بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحت العنوان Orientation Detection المعنى واضح عند الناس. الكلاسين يا جماعة الجمل خالص، الأول Show for Landscape والثاني Show for Portrait. الكلام طبعا مش محتاج أي تفسير، أنا قلتهم زي ما هم يا جماعة، ديت Landscape المعنى واضح. لو أنا قلبته ب Orientation Portrait هيظهر لي Portrait والLandscape بيتشاب. ديت الفكرة بمنتهى البساطة بخصوص الجانب ده. لو أنت حاولت تركز شوية في الستايلز بتاع السي اس اس هتلاقيه واخد الميديا كويري، واخد ميديا سكرين وأورينتيشن Portrait. طبعا ده اللي مديها له الفاونديشن، تمام؟ ده أوريدي مديها له الفاونديشن. على الناحية التانية ديت برضه مديها له الفاونديشن، واخد الكلاس اللي اسمه وايت فور لاندسكيب. ديت الجانب الجميل خالص في الفاونديشن، يعني انت بيوفر عليك نقط كتير جدا انت ممكن تتلخبط او تنساها او ما شابه. فهو ايه بيعمل لك السيشن ديت من عنده، يعني الحاجات ديت كلها بيديها لك بشكل افتراضي من عنده. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.